المربي يحترم هو روحه وتلامذته يحترموه. في الكلاس كي يتغش يكفر. ساعات يقول لك برا ادخل اقرا ويزم الكذبه نتاعك، ساعات كل مره كيفاه. والله في المعهد اللي انا قريت فيه الحق فما اساتذه خايبين وفما اساتذه سافا، فما اللي يحترمك ويعطيك قدرك وفما ساعات اللي هو طايح قدره بيجيه. انت فما اللي يقول كلام خايب ويكفر وبرشا حاجات. انت والبروف، البروف راه يعطيك قدرك تعطيه قدره، ما يعطيكش قدرك ما تعطيهوش قدره. قريت مره عند بروف يقول كلام خايب. يقول كلام خايب في الكلاس كي يتغش يكفر. اي مربي قريت عنده، معني ما نلوموش على التلامذه بركه، نلومو زيد حتى على المربي. المربي يحترم هو روحه وتلامذته يحترموه. وبالنسبه للتلميذ ما نعرفش، كان تمشي تقرا كان عارف روحك تحب توصل حاجه امشي، عارف روحك بتضيع وقتك برا اعمل صنعه برا شوف حاجه اخرى. وبالنسبه للاولياء يحلوا عينهم شويه على صغارهم. هي كيفاش كنتوا تتصرفوا وقت اللي الأستاذ كان يقول كلام بديء وإلا يكفر؟ فما اللي يضحك، فما اللي يتغشي يهز دبش ويخرج، فما اللي يقعد ويخاف يسكت، فما اللي ما عادش يدخل جملة للبروف هذيك خاطر ما يحبش يسمع الحاجة هذيك. فماشي شكون منكم مشي علم الإدارة؟ اي شنو ورد في الإدارة؟ ساعات يقول لك برا ادخل اقرا ويزم الكذبة نتاعك، ساعات كل مرة كيفاه. يعني ما يتواصلش مع لا مدير ولا أي مسؤول غاديكا؟ لا ما يهموش فيك.